أهلا بكم. النهاردة يوم مهم جدا مع قيمة علمية عالمية من طراز خاص جدا. النهاردة هتكون في الدكتور سبق مهم وحوار دائما أنتظره. والموضوع الحقيقة موضوع شديد الأهمية. دايما الآلام عموما هي الموضوع الأكثر جاذبية للجمهور والأكثر إجبارا للمريض على الحركة. ده لو اعتبرنا أن احنا يعني بدأنا نفهم خطورة المسكنات، لانه المسكنات باختلاف انواعها. طبعا انا بكلمكم على المسكنات العاديه، خطره جدا لانه استخدامها هاب هازارد واستخدامها بدون اشراف طبي قد يؤدي الى فشل كلوي، يؤدي الى تدهور حاله الكلى والمعده. لكن كمان في مناطق معينه انتشرت المسكنات العظمى زي الترمادول والمشتقات بتاعته، ده في منتهى الخطوره بشكل يعني يفوق الوصف. ده محتاج حلقات لوحده، وانتوا اكيد فهمتوا. المشكله في الالم عموما انه زي ما قلت لكم في ناس كتير بتتعامل معاه باسلوب عندي اضطراب في البيت بحطه تحت السجاده وبغطي عليه اللي هو المسكنات. وفي فهم كويس جدا لازاي اتحرك واتحرك لمين، لانه الالم من ضمن اللخبطه اللي بيعملها لي هو انه ساعات يلخبط الانسان هروح لمين. يعني لما اقول الم اسفل الحوض لو جفست هل هروح لتخصص النساء والتوليد وده تفكير، ولا هروح لتخصص الجراحات وجراحات الجهاز الهضمي الاسفل وده تفكير. خليك بالكم لانه الكلام ده مهم جدا، ده بيلخبط اي حد، الكلام ده بيلخبط حتى الدكاتره. الكلام اللي هيتقال النهارده الام اسفل الحوض منتشره، هنفهم النهارده حجم انتشارها خطورتها وتاثيرها. ودايما في سؤال الألم احتمالات التشخيص هتكون ايه، ده جزء مهم النهاردة جدا في حوارنا. زي ما قلت لكم هذا الحوار مع اسم عالمي بنفتخر بقبول دعوتنا في الدكتور، وطبعا اكيد اي مكان هيفتخر بوجود ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم العالمي القدير صاحب المقدرة الجراحية الفائقة استاذنا الاستاذ الدكتور علي احمد شفيق. دايما الآلام عموما هي الموضوع الأكثر جاذبية للجمهور والأكثر إجبارا للمريض على الحركة. ده لو اعتبرنا إن احنا يعني بدأنا نفهم خطورة المسكنات. اللي احنا بنقصده في كلام في آلام أسفل الحوض الآلام الغير مبررة، يعني الإيديوباثيك بين. والعصب الحوضي هو بالذات اللي الأشهر في أنه هو يحصل له الإصابة، لأنه هو بيمر داخل قناة، القناة دهية بيحصل فيها ما بنسميه بالضغط. العصب اللي بيخش دهوت بيخش من منطقة الظهر العمود الفقري، بينزل من بنسميها الفقرات التانية والتالتة والرابعة العصعصية، و بي 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 ده الجدور بتاعته بينزل في شكل عصب متكامل. ودايما سؤالنا للعيان، انت الألم ده هوت بيجيلك يصحيك من النوم، ولا الألم أول ما تنام بيختفي؟ لو قالك أول ما بنام بيختفي فجزء كبير منه ألم إيحائي. برضو لازم نركز على التشخيص تاني، نعيد حتة التشخيص دي لأن دي مهمة قوي، لانه برضو كتير من الاطباء شباب الاطباء ما يعرفش قياس كهربة العصب او تتبع كهربة العصب. لو لقى مريض ما عندوش اي اعراض ظاهرة، كل اغلبها حاجات مخفية، لازم يحط في دماغه ان هو يعمل قياس عصب الحوض. يبقى هذه المواضيع مواضيع شديدة الأهمية. نعم ثقافة الناس ينبغي ان تتغير في التعامل مع الألم، لانه اهم شيء في ثقافة التعامل مع الألم وأن تبحث عن سبب هذا. الأستاذ الدكتور علي أحمد شفيق، أستاذ ورئيس قسم جراحة القولون والمستقيم كلية طب قصر العيني، دبلوم جراحة المناظير جامعة ستراسبرغ، الرئيس الإقليمي للجمعية الدولية لأساتذة القولون والمستقيم، عضو الجمعية الأمريكية للقولون والمستقيم، زميل الجمعية الفرنسية لجراحة الجهاز الهضمي، اختير من لجنة الكوميستك لعام 2005 من أفضل الباحثين على مستوى الدول الإسلامية،
أدرج في قائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم من ضمن 165 ألف عالم على مستوى العالم. حصل على جائزة بقراط المجال الطبي والجراحة في أمراض القولون والمستقيم وأمراض الحوض من جامعة كامبريدج لعام 2010. اسمحوا لي أرحب بضيفي العزيز القمة العلمية العالمية القديرة طبعا الأستاذ الدكتور علي أحمد شفيق، أستاذ ورئيس قسم جراحات القولون والمستقيم كلية الطب جامعة القاهرة، وصاحب دبلومة جراحات المناظير من جامعة ستراسبورغ، رئيس الإقليمي للجمعية الدولية لأساتذة القولون والمستقيم، وعضو جمعيات الأمريكية للقولون والمستقيم والفرنسية لجراحات الجهاز الهضمي، والمختار كواحد من أفضل الباحثين على المستوى العالمي في قائمة ستانفورد لسنة 2021. ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة، شرف كبير لينا وجودك معنا في الدكتور. أهلا بك دكتور أيمن، شرف لي. وطبعا النهاردة يعني موضوع الألم موضوع أنا دايما برى أنه أكثر المواضيع تجاهلا في أولا في التعامل معه، خصوصا بسبب انتشار ثقافة المسكنات، وأكثر المواضيع التي يربك المريض، وخصوصا لو ست، لأن احنا نتكلم ألم أسفل الحوض، فألم أسفل الحوض عايز أعرفها هي إيه، وهتلخبط الست، لأنه الست ستذهب إلى قسم النساء والتوليد في بادئ الأمر في الغالب. تمام. هو الموضوع ألم أسفل الحوض ده موضوع واسع وكبير، إنما هو اللي احنا بنقصده في كلام في ألم أسفل الحوض الألم الغير مبررة، يعني الإيديوباثيك بين. تمام. مش الألم ذات السبب. يعني إيه ألم ذات السبب؟ يعني ألام بطانة الرحم المهاجرة، الاندوميتريوز، ألام تورشن أوفري، التواء المبيض، ألام انفجار الحوصلة، كيس مية على المبيض، ألام حمل خارج الرحم، كل دي ألام مبررة. إنما عندنا مجموعة آلام ليس لها سبب، تقلب العيان، تعمل له كل الفحوصات مش لاقي له حاجة، والعيان يلف على كل الدكاترة مش لاقي سبب، والدكاترة بيقولوا مش لاقيين لك حاجة، انت كويس، انت ما عندكش قلق، ما عندكش مرض معين، ما عندكش حاجة. وده لأن مجموعة الآلام دهيت غير معلومة عند بعض أو عند شريحة كبيرة من الدكاترة، وهي حديثة في هنقول المعرفة العلمية لعشرين تلاتين سنة بس. ألام أسفل منطقة الحوض أشهرها في العالم اللي هو ألم أعصاب الحوض، أعصاب الحوض اللي هي بنسميها الأعصاب اللي بتدي إشارات لمنطقة الحوض ومنطقة العضلات ومنطقة الجلدية، وأشهر عصب فيها البودندال نيرف، البودندال أو نسميه العصب الحوضي. والعصب الحوضي هو بالذات اللي الأشهر في إنه هو يحصل له الإصابة، لأنه هو بيمر داخل قناة، القناة دهية بيحصل فيها ما بنسميه بالضغط أو إنترابمنت، زي ما بيحصل فخ، على فكرة يعني إنترابمنت ترجمتها فخ أو زنقة، بتزنق، زنقة بالضبط كده، ضيق، زي ما بيحصل في عصب الرسخ الميديان أو كاربال تانل سيندروم. تمام. دي بنسميها بودندال نيرف سيندروم أو ألكوكس كانال سيندروم. ده مرض احنا عملنا أبحاث عليه كتير، وأول واحد ذكره كان سنة أول بحث 12 عليه كان دكتور أحمد شفيق سنة 90، رحم الله العالم الكبير طبعا الوالد القدير، وتعمل عليه أكثر من 21 بحث منشورين في الدوريات العلمية على هذا المرض وتأثيره. ليه تأثير متعدد في السيدات وفي الرجال؟ طيب عايزين بس نقرب للناس الصورة، ده موجود فين العصب بالضبط عشان الناس مش فاهمه؟
العصب دوت بيبقى موجود في المنطقة السفلى بنسميها أرضية الحوض. أرضية الحوض. يعني إحنا الحوض عندنا بيبقى المنطقة العظمية النهائية في أسفل الوسط عندنا، وفي السيدات زي ما إحنا شايفين في الصورة هنا هوت المنطقة السفلى الخط الأخير دهيت ده بنسميها أرضية البلفيك فلور أو أرضية الحوض. أرضية الحوض دهيت أرضية عضلية بيخرج داخلها العصب اللي بيدي العضلات دهيت إشارات كهربائية إنها تتحرك. العصب اللي بيخش دهوت بيخش من منطقة الظهر العمود الفقري، بينزل من بنسميها الفقرات التانية والتالتة والرابعة العصعصية، و ده الجذور بتاعته، بينزل في شكل عصب متكامل بيمشي في فاشية أو غشاء زي ساندويتش بيخش جواه. الغشاء ده هو اللي بيحصل فيه المشكلة ده، ما بيخرج منه بيدينا ثلاث فروع. الثلاث فروع دول هم فرع بيدي الجلد بتاع المنطقة اللي هي جلد العجان، المنطقة السفلية بتاعتنا. العجان هي المنطقة ما بين تقريبا أسفل الخصيتين لغاية ال لغاية المنطقة الخشارج أو في السيدات منطقة المهبل للخلف، دي منطقة العجان. ده بيدي منطقة الإحساس فيه، وبيدي عصب تاني فرع تاني لمنطقة العضلات اللي بيحصل فيها المحبس اللي هي عضلات المستقيم، وبيدي فرع ثالث ل بنسميه الدورسال نيرف اوف ذا بينس للانتصاب في الرجال. تمام. فبالتالي هو عصب مهم في المنطقه دهيت. طيب احنا بنتوجس مشاكله ازاي لما بيحصل عندنا الام غير مبرره في منطقه الحوض؟ الالام الغير مبرره لما تيجي واحده يبقى عندها الام في منطقه الحوض، تقل موجود على طول، عدم ارتياح، الالم ده تيجي وهي قاعده اكتر، الالم ما بيروحش لما تاخد مسكنات تقيله قوي، الا لما تاخد مسكنات تقيله قوي الالم ملوش دعوة بمواعيد الدورة، ملوش دعوة بالإخراج، ملوش دعوة بالمشي، ملوش علاقة بأي حاجة. الألم موجود على طول. الألم ممكن ما يخليهاش تنام طول الليل. تمام. وهنا هوت بنفرقه ما بين الألم الإيحائي والألم الفعلي. الألم الفعلي اللي هو المتواجد، وطول ما هو متواجد المريض ما يقدرش يغفو، زي ألم الدرس أو ألم الشرخ الشرجي. إنما الألام الإيحائية أنت لو نمت ما يصحكش، لأن هو ما بيجيش غير ومخك شغال، فبالتالي بنسميها آلام إيحائية. فدايما سؤالنا للعيان، أنت الألم ده هوت بيجيلك يصحيك من النوم، ولا الألم أول ما تنام بيختفي؟ لو قالك أول ما بنام بيختفي فجزء كبير منه ألم إيحائي، وجوده متصل بوجود حالة الوعي بتاعنا، وجزء منه مجموعة كبيرة من المرضى اللي هم يبقى عندهم الألام الإيحائية. فالألم بتاع البودندال نيرف ده ألم بنسميه بالعربي ألم عصب الحوض، ونتيجة ان هو بيبقى مختنق في القناة اللي بيمشي فيها او في الجزء اللي بيعدي فيه في منطقة الحوض. هل ده برضو يعني ينطبق عليه انواع الام الحوض، ولا انواع لها توصيف تاني؟ انواع الام الحوض. الالام بتبقى مختلفة. لما عيان مثلا في المستقيم او في الشرج ما عندوش لا شرخ وبواسير ولا نصور، ويقول لك انا عندي الم، تفحصه ما عندوش حاجة، تعمل له أشعاعات ما عندوش حاجة،
ايه اللي بيقدر يشخص لنا حاجه زي كده؟ حاجه واحده بس بنسميها رسم عصب الحوض، ودي وسيله مش موجوده في حتت كتيره، وعشان كده هو التشخيص بتاعها تشخيص صعب جدا. حتى اسم الوسيله رسم عصب الحوض اللي هو بودندال نيرف تيرمينال موتور ليتنسي، ده مش موجود في دماغ دكاتره كتير. فعشان كده هو القصة عصب الحوض ده هي التشخيص بتاعها مهم جدا. يعني انا حواري ده ممكن للاطباء اكتر من المرضى. المريضة يجي للدكتور اعمله كذا، اعمله كذا. تمام. طيب الالم ده هو بيجي نتيجه ضغط العصب ده، والعصب ده هو يا اما البرزنتيشن او التاثير بتاعه على المريض يا اما في صوره الام، يا اما في صوره ضعف في التحكم، يا اما في صوره مشاكل سواء في العلاقه او في الانتصاب. ضعف جنسي. حتى في السيده بيبقى فيها الم في المهبل. تمام. فبالتالي اللي هو بنسميها الديسبارونيا. الام العلاقه. تمام. فبالتالي هنا هوت عندنا اسباب مبرره للالم دهوت، وما فيش حاجه عضويه. هنا الالم بيبقى بتبص لايه؟ لما ادي العصب الموجود بتاعنا اللي احنا بنتكلم عليه اسفل منطقه الحوض، وبينزل يمشي ويبقى في المنطقه الخلفيه. شوف بقى هنا ممكن يتزنق في الحته دي. يتزنق في الحته دي بالظبط كده اهو. تمام. ويحصل لنا المشكله بتاعه الانترابمنت. عندنا زي ما بنقول عندنا مثال له في الرزغ في الساعد اللي هو الميديان نيرف سيندروم اللي هو عصب اليد. لما بنقعد كتير بيحصل الالم. لما المريض يقف الالم بيهدى، ملوش علاقه بعمليه الاخراج، ما بيتاثرش بالامساك او بالاسهال. الادويه بتاعت المراهم الشرج واللبوس والحاجات دي ما بتأثرش عليه. قريت بيبر عن انه الكورونا لها علاقه بالالتهاب العصبي ده، هل ده واقع؟ الكورونا لها بعض التهاب الاعصاب بس ما بتأثرش على عصب الحوض في حد ذاته. يعني بيبرز يعني كده. السؤال بقى، الحمل له علاقه بهذا الامر؟ حمل الستات؟ في بعض الأحيان الحمل المتعدد بيعمل ثقل في منطقة الحوض، والإمساك المزمن بيعمل ثقل في منطقة الحوض، فده بيعمل لنا تراكشن أو زي ما بنقول شد على منطقة العضلات. الشد ده بيشد على العصب نفسه، فيبدأ العصب يحصل له نوع من انواع التورم، فالانبوبه اللي ماشي فيها بتضيق عليه. هو بالظبط زي فكره كابل الكهرباء اللي ماشي جوه انبوبه، يا اما الكابل حجمه يكبر يا اما الانبوبه تصغر عليه. احنا عندنا ال 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 القناه نفسها يا اما هي تكش على العصب يا اما العصب يتورم. الحمل والولاده كتير بتقدر بتعمل لنا المشكله دي، والامساك المزمن بيعمل لنا المشكله دي، والقعده الكتير على الحمام يعمل شد على منطقه الحوض. هو في فاكتور مهم لازم الناس تتنبه له، الناس دلوقتي بتدخل الحمام مع الموبايل. تشخيصه مهم والعلاج بتاعه برضو علاجه متعدد جدا. من اول الادويه اللي هي بندي المصل ريلاكسن والحاجات اللي هو بسيطات العضلات، ودي حاجه مهمه جدا، ومقويات الاعصاب زي فيتامين بي، وبتبدا تعمل حقن للعصب، وده من الحاجات اللي كانت مستخدمه زمان. ابتدى يخش علينا دلوقتي الفتره الاخيره حاجه زي الراديو فريكونسي، التردد الراداري او الحراري نسميه. ده الراديو فريكونسي بقى ليه تأثير على الأعصاب، وخصوصا ألم الظهر، ألم المفاصل، الألام اللي فيها أعصاب متأثرة.
بيبدأ يعمل تغيير في الـ في الـ النمط بتاع العصب نفسه وتغيير في الفايبرز ويبدأ يخلي الألم يقل تماما يكاد يكون زيرو. من ضمن الحاجات اللي بتستخدم في المنطقة تحت إن الراديو فريكونسي وده بيعتبر من النون انفيزيف تكنيكس لموضوع ألم الحوض. لو ما تحسنش العيان بعد كده بيبقى في تدخلات اللي بنسميها تدخلات جراحية اللي هو لازم تفك الانترابمنت أو الاختناق اللي موجود زي في الروس تسليك عصب الروس بيبقى تسليك عصب الحوض ودي من الحاجات اللي بتبقى نهائية وجوهرية وبتصلح الموضوع ده. ده برضو لازم نركز على التشخيص تاني نعيد حتة التشخيص دي لأن دي مهمة قوي لأنه برضو كتير من الأطباء شباب الأطباء ما يعرفش قياس كهربة العصب أو تتبع كهربة العصب ده مهم جدا وإن هو يبقى محطوطة في ذهنه إن لو لقى مريض ما عندوش أي أعراض ظاهرة كل أغلبها حاجات مخفية لازم يحط في دماغه إن هو يعمل قياس عصب الحوض. هل الرجال مثل السيدات في الشكوى ولا الستات أكتر؟ السيدات أكثر نسبة لكن الرجال بيصابوا لأن السيدات تعرض زي ما قلنا دلوقتي الحمل والولادة وضعف الحوض بيخليهم أكثر عرضة للإمساك عن نظرائهم في الرجال إنما الرجال بيصابوا وبيختلط الأمر على الدكاترة إنها التهاب في البروستاتا وياخدوا أدوية لعلاج البروستاتا لنفس المكان الحيطة التانية اللي جنبيها تمام ياخد علاج للبروستاتا قد كده والحالة ما بتنتهيش وما بتتعالجش ليه؟ لأن الألم بنسميه ألم خادع شوية يعني ممكن يبقى رامي على منطقة المستقيم أو رامي على منطقة البروستاتا لقدام لأن هو متعلق بمجمع العضلات مجمع العضلات بتاعت الحوض دي مجموعة عضلات زي ما بنسميها زي الترابيزة دي أرضية الحوض الفرشة اللي تحت الفرشة التحتانية وبيخرج منها الخرم للمثانة والمجرى البول وواحد تاني للإخراج المستقيم والقناة الشرجية فبالتالي الفرشة هي موجودة بس فيها مكانين للمخرجات دي لما بيحصل فيها الالتهاب بتأثر حتى على البول نفسه لما بيحصل تشنج في العضلات يحصل صعوبة في التبول وصعوبة في الإخراج فبالتالي فرشة قاع الحوض بتبقى واخدة من العصب بتاعها من عصب الحوض إذن لو احنا مريض بدأ يشتكي من هذه الأماكن من هذا المكان من الألم في هذا المكان ومش موجود عنده أي نوع من أنواع الحاجات الظاهرية عشان برضو ممكن يعزى حاجات ظاهرية طب ممكن يكون عنده أوفرلاب يعني أوفرلاب سندروم لا أنت لو عندك شرخ عالج الشرخ لو عندك بواسير عالج البواسير يعني نخلص من الحاجات الواضحة اخلص من الحاجات الواضحة اللي قدامك العضوية وبعدين تفكر أنه هو يبقى حاجة تانية إنما طالما أنا ما عنديش حاجة خالص في المريض والعيان عنده الشكوى دهيت يبقى عنده مشكلة تانية ما قدرش أقوله أنت ما عندكش حاجة ما قدرش أقوله أو أنت عندك تشخيص وهمي لأن برضو تشخيص التهابات البروستاتا خصوصا ما دون سن 50 سنة تشخيص وهمي أنت عندك التهاب في البروستاتا بروستاتايتس عندك التهاب في البروستاتا وهو سنه صغير ودي حاجة المفروض تأخذ في الاعتبار ان مش كل عيان عنده آلام ذكر عنده آلام في منطقة اسفل البرينيوم آلام العجان انا عايز الناس تحفظ اسم العجان العجان هي منطقة مهمة جدا اللي هي اسفل الحوض اللي هي المنطقة ما بين كيس الصفنة كيس الخصيتين وفتحة الشرج المنطقة دي هي المنطقة المقصود بيها حوارنا النهاردة بالظبط كده اهوت وهي دي اللي بيحصل فيها مشكلة عصب الحوض وآلامه بتبقى آلام مستمرة وإحساس بالتقل في المنطقة نفسها وما بتروحش
الواحد يعمل حمام او ان هو يقعد في ميه سخنه بتفرقش كتير. الالام بتحس انها جايه من جوه منطقه الحوض مش على الوش من السطح بتاع المنطقه. والالام بتبقى بنسميها سستيند مستمره. لما الواحد يقعد تزيد ولما يقف تقل، المشي بيقللها برضه. تمام. لكن هي شكلها الكاركتر بتاعها بيكون ايه؟ الكاركتر بتاعها بيبقى دال ايكينج بين، يعني تقل ثقل هيفنس في المنطقه. يبقى الموضوع يمكن اول مره بنتكلم عليه في الشاشات. موضوع غريب. هو موضوع غريب رغم انتشاره. رغم انتشاره مش هنقول انتشار كتير، بس انتشار لدرجة ان هو في فئة من الناس محدش بيعرف يساعدها. والفئة دي لدرجة ان في بعض الكتب بتكتب على الاشخاص دول هم بيوصلوا لحالة نفسية سيئة جدا، بيتهم بتتخرب، الناس بتطلق، في ناس بتقدم على انتحار في بلاد بره اللي هي عندهم الثقافة دهيت. فبالتالي ما يؤخذش على أنه هو حاجة تافهة، ويؤخذ أنه هو شيء يجب التعامل معاه. والدكاترة من كتر ما هي بتعالج العيانين دول ويجيبش نتيجة بتحاول تتهرب منهم. في الكلام ده كله بكتب في الكتب على فكرة، اللي هو حالة عيان مزمن مش عارف يشخصه. فانا بعتقد هو بعض الدكاتره بتعتقد انه الموضوع له بيزك سايكولوجي. ايوه بيقولوا ده حاجه نفسيه. ايوه هو بيدعي او بيتهيأ له او شيء من هذا القبيل. ما هي اسوأ حاجه دكتور ايمن ان انت تقول للعيان انت عندك حاله نفسيه، روح اتعالج نفسيا. ده انا بعتبره فشل للطبيب اكتر ما هو فشل للمريض. طبعا اكتر ما هو صدمه للمريض. هو صدمة خاصة للمريض ده، يعني حاسس بالألم وقاعد دلوقتي حاسس بالألم، وحد بيقول له لا انت ما عندكش ألم، بيحاول يقنعه انه بيتوهم ده بالظبط. فالعيان بيجي له حالة من التوتر الشديدة جدا. الحقيقة وجودك معنا دائما شرف كبير ومتعة خاصة جدا، لانه كمان الاختيار الخاص بالمواضيع اختيار غير تقليدي، ودايما بنروح لمناطق شديدة الأهمية من ناحية الطبية لكن ما حدش بيتكلم فيها يعني غير لما حضرتك بتنورنا. فده انفراد كبير جدا، فانا بشكرك على وقتك وبشكرك على قبولك دعوتنا الحقيقه. شكرا دكتور ايمن، شكرا لحديث الشيخ. الاسم العالمي الكبير والقيمه العلميه الكبيره القديره الاستاذ دكتور علي احمد شفيق، استاذ ورئيس قسم جراحات القولون والمستقيم كليه طب جامعه القاهره، وصاحب دبلومه جراحات المناظير من جامعه ستراسبورغ، ورئيس التنفيذي والاقليمي الرئيس الاقليمي للجمعيه الدوليه لاساتذه القولون والمستقيم، وعضو الجمعيه الامريكيه والفرنسيه للقولون والمستقيم وجراحات الجهاز الهضمي، وطبعا واحد من المختارين عالميا كواحد من افضل الباحثين على المستوى العالمي في قائمة ستانفورد 2021. ضيفي القدير الاسم العالمي الكبير كان في الدكتور. يبقى هذه المواضيع مواضيع شديدة الأهمية. نعم ثقافة الناس ينبغي أن تتغير في التعامل مع الألم، لأنه أهم شيء في ثقافة التعامل مع الألم هو أن تبحث عن سبب هذا الألم أيا كان البرنش الطبي. أرجوكم انظروا للألم على أنه عرض، هو جرس إنذار. ليس الهدف فقط ان انا اسكن هذا الالم قبل ان اعرف اسبابه، سيكون الامر في منتهى الصعوبه. بعد ان اعرف السبب وكيفيه التعامل معه الموضوع سيكون سهل للغايه. فدائما فتش عن السبب. خليكوا دائما مع الدكتور.